لم يكن يدرك ضياء وهو صاحب استراحة الكرامة الواقعة على سفوح جبل صبير محافظة تعز أنه سيفقد مصدر رزقه بفعل الصخور المتساقطة جراء المنخفض الجوي الماطر، إذ اجتاحت صخرة كبيرة إحدى غرفه وحولتها إلى فتات. هذه مدخل رزقنا، يعني حق ثلاث أسر، أنا وعيال عمتي، يعني جلسني نطلب الله منها وكذا، وهذا وقع علينا الحادثة هذه، ولنا هنا فوق 28 29 سنة جالسين بالمحل هذا ونشتغل، وهذا الحمد لله عايشين يعني الوضع مع المشاكل، مع هذا نعيش أنفسنا. والله لا أدري يوم بالكارثة، الدخم هذا اللي تحتي هنا يفلت من فوق الساعة 7 كذا، 7 وربع بالليل، ما أدري اللي على الكارثة لا الغرفة، وأنا أصل الغرفة جالس ومعي عائلة هنا يصلون، الله تعالى سلم، يعني ما قريش أي حاجة، بس طاحت علي الغرفة والأداة اللي وسطه، يعني ما أطلبش الله الآن ولا حاجة يعني. لم يكن ضياء هو الوحيد المتضرر، فالحاج محمد أحمد هو الأخير يحكي خوفه من تساقط الصخور على منزله، ويشكو تخاذل السلطة المحلية في إيجاد حلول له. نخاف من تساقط الصخور على منازلنا وعلى الخط العام وعلى جميع الممتلكات، تدمروا، ويعني السلطة المحلية متأخرة عن هذا الكلام، طالبنا السلطة المحلية لم يجاوبونا. وأمام بنية تحتية متهالكة ومواطن متضرر، تستمر الأزمة في ظل مبررات للسلطة المحلية من عدم قدرة التدخل وسرعة الاستجابة. نحن نقوم بواجبنا نحو هذا العمل، نحو هذا التساقط وهذه الأحجار التي تساقط في موسم الأمطار، إنه بقدر الاستطاعة نعمل على عند حالة السقوط إنه نقوم بردم أو أخذ الأحجار هذه إلى مناطق بعيدة ثم نعمل على تكسيرها. المشكلة الآن إنه بالنسبة للطريق، الطريق يعني في صعوبة نتيجة إنه المورد للمجلس المحلي مورد ضئيل، يعني نعمل بقدر استطاعتنا. المشروع يعني يحتاج إلى ميزانية كبيرة من الدولة لإصلاح الجدران الساندة بالذات على الطريق. تبقى الصخور الآيلة للسقوط أزمة متكررة وخوف مستمر للمواطنين مع كل موسم للأمطار دون أي حلول. لبرنامج أسبوع البلد، بشرى الحميدي، محافظة تعز.